جميلة جدا وقيمة يعني العام وقبل العام، واعتقد ان هي بطولة موسمية لها اهداف وابعاد كثير، منها يعني قضاء على وقت الفراغ، لا سيما انه معظم المشاركين من يعني عدة فئات، لا تقتصر على فئة معينة. اتمنى حقيقة ان البطولة هذه تستمر في الصيف وفي غير الصيف، زي ما تفضلت انه فوائدها كثير، نخرج منها بلعيبة على مستوى، نخرج منها بافراد يعني يقضوا وقت فراغهم فيما هو مفيد، وايضا نكتشف حكام، نكتشف اداريين، نكتشف منظمين، نكتشف يعني دورة لا تقتصر على كرة القدم فقط، ولكن يعني شاملة، وأتمنى أنه تستمر يعني على مدى العام. ما كان الدعم المادي متوفر، فأتوقع أنه الأيدي العاملة موجودة، أبناء مكة لا يبخلون على مكة وعلى رياضة مكة على وجه الخصوص، فمتى ما كان الدعم المادي موجود فأتوقع أنه الدورة ستلاقي نجاح يعني كبير ومستويات أعلى. أتوقع أنه دورة مثل هذه سيكون لها داعمين، تجار مكة، رجالات مكة، أتمنى أن لا يبخلوا على رياضة مكة. مكة دائما وأبدا ولادة للنجوم في جميع المجالات. أتمنى أن الله سبحانه وتعالى أن تكون مثل هذه الدورات تحت رعاية شركات ودعم رجال الأعمال. حقيقة النادي هذا أساسا يعني هو موضوع ضمن مجموعة أندية موسمية في الإجازة الصيفية للطلاب، والنادي هذا خصيص لذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم الإعاقة السمعية والإعاقة العقلية، والأهم هدف من إقامة هذا النادي اللي هو دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة مع الطلاب العاديين. فزي ما تلاحظ في عندنا هنا الطلاب اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة موجودين، فبيكون هناك اختلاط مع الطلاب العاديين اللي موجودين في الحي هنا. اختلاطهم يكون عن طريق الألعاب الرياضية والمسابقات الثقافية والفنية، وزي ما شفتوا قبل كده كان في فريق هنا اللي هو اليوم بدأنا الدوري. الفرق اللي موجودة كلها طبعا من الطلاب العاديين، بالإضافة إلى فريقين من طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم ذوي الإعاقة السمعية، فحتكون لهم مباريات إن شاء الله في الأيام اللي جاية، وهذا أهم هدف إنه يختلطوا مع الطلاب العاديين. الشخصيات هذا يعني هم جزاهم الله خير ويشكروا على البادرة اللي جات منهم هذه، منهم يعني بيجوا ويكون تشجيع أصلا لطلابنا اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة. الطالب لما يشوف شخصية مشهورة زي محمد نور أو زي يعني بيشوف انه يعني حاجه حلوه بالنسبه له، ينبسط لما يتصور معاه او يسلم عليه او حاجه. فين يشوف اللاعب هذا؟ فين يقابله؟ بما انه هو منعزل مع مجموعته فقط، لكن لما يكون في محفل رياضي بالشكل هذا ويجوا الشخصيات هذه حاجه جيده جدا بالنسبه لهم، وكمان تعتبر ذكرى بالنسبه له انه يتصور معاه، وهذه كمان من الحاجات المهمه في دمج ذوي الاحتياجات الخاصه معاه. ما هي إلا محاضن تربوية تستقطب وتستهدف هؤلاء الناشئة وهؤلاء الطلاب والطالبات لإشغال وقت فراغهم، وهي تقام داخل ما شاء الله تبارك الله الأندية للمقرات المدارس، لتكون نواة ما شاء الله تبارك الله في تخريج سواعد لهذا الوطن المعطاء. من أهداف هذا الملتقيات والأهداف هذه الأندية هدف كبير وجليل جدا جدا، غرس العقيدة الإسلامية الصحيحة في نفوس الطلاب، إلى جانب إشغال وقت فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وكذلك يعني تعزيز روح المواطنة لدى الطلاب وتعليمهم تحمل المسؤولية
وتعويدهم على اللحمة الوطنية للتكاتف لهذا الوطن المعطى لهم جميعا، لهم على رأسهم الأخ الزميل الأستاذ علي قايد والأخوة الزملاء مشرفي هذا النادي العريق على قيامهم ما شاء الله تبارك الله بتنوع البرامج باستقطاب هؤلاء الناشئة وهؤلاء الطلاب ما شاء الله بتعليمهم يعني مبادئ دينهم وتعليمهم ما شاء الله تبارك الله بالأنشطة الرياضية المتنوعة كما رأينا وشاهدنا، تكون إن شاء الله بإذن الله يعني نواة. وإحنا لازلنا إن شاء الله الآن في الأسبوع الرابع، لازلنا في منتصف الطريق، وهذا الأسبوع الثاني يعني ما أقول له سبحانه وتعالى الله يوفقهم ويجعل إن شاء الله ما يقدمونه في موازين حسناتهم. وأيضا للأخوة القائمين في جميع الأندية أيضا لهم شكري وتقديري على ما يلون كذلك من رعاية واهتمام وتواجد يومي، لأنهم ما شاء الله تبارك الله يتواجدون يوميا من الساعة الرابعة والنصف يمكن العاشرة والنصف، يعني ما شاء الله على مدار 5 ساعات مسائية، وكل هذا إن شاء الله يكون في ميزان حسناتهم. Thank you.